المقال اليوم مع الصحفي محمد شابي، عفوا مع الصحفي محمد شابي. فعلا المقال: المشهد اللبناني يتأزم، الشوارع عادت لتنقسم، في موقع النهار. معنا الصحفي زميلنا محمد شابي عبر سكايب حتى نفهم معه بالضبط ما تداعيات الذي يحدث الآن على مسار التحقيق في لبنان، وأنا نقصد بالتحقيق في انفجار مرفأ لبنان. هل ما حصل في الشارع اللبناني وخاصة ما حصل أمس هو نتيجة خلاف سياسي أعمق من مسألة التحقيق واستدعاء الوزير الخليل مثلا، أم لا المسألة مرتبطة بحدث ظرفي، وحتى البيانات الصادرة من العشائر أو من أنصار حزب حركة أمل هي كلها مرتبطة بدعوة الوزير الخليل وردة فعل خصوم حزب الله وأمل الذين تصدوا للتظاهر أمام المقر المحقق العدلي؟ اهلا بك. لا بالتاكيد يعني الموضوع مرتبط سياسيا، في هناك ازمه سياسيه، يحاول جميع الاحزاب تحاول شد العصب الطائفي من اجل محاوله السيطره على التحقيق او فرض رايها فيما يخص تحقيقات المرفأ. حزب الله من جهته يعني بيرفض بشكل تام محاولة التعرض أو توجيه أصابع الاتهام لحزبه، وهو يشكل أمر غير مفهوم. يعني حتى الآن التحقيقات ما زالت جارية ولا يوجد أي أصابع ولا يوجد اتهامات موجهة بشكل شخصي لعناصر من حزب الله أو حتى لنواب من حزب الله أو وزرائه. التحقيقات ما زالت أولية، ما يصدر عن القاضي لم يصدر أي شيء عن القاضي بطار ما عدا الاستدعاءات ومحاولة استجواب النواب أو الوزراء. ولكن هناك مذكرة توقيفية غيابية في حق الوزير الخليل، وزير علي حسن الخليل من حركة أمل، يعني مستفزة هذه لجمهور حزب الله وحركة أمل. هي مستفزه لجمهوره مذكره غيابيه بسبب لانه لم يحضر الاستجواب، يعني طلب التحقيق ورفض المثول امام القاضي بيطار، وهو يعني المحقق العدلي والمسؤول عن ملف التفجير، التحقيق في التفجير. يعني فقط هي يعني استجواب، محاوله للاستجواب ولفهم ما يجري. يعني هو كان وزير مال طيب سابق. استاذ محمد دعني في هذه النقطه اتفاعل معك قليلا. يعني الكل يعرف بأن لبنان مبني على التسويات وعلى التوافقات وعلى المكاتب المغلقة والأزقة الخلفية في إدارة الشأن العام. يعني ممكن القاضي البيطار كان يتواصل مع نبيه بري، يتواصل مع أي فاعلية لها قدرة على التأثير على علي حسن الخليل ودعوته للحضور. يعني إصدار بطاقة توقيفية غيابية في آخر الأمر، يعني إن كان هو الإجراء قانوني ولكنه يتحدى هذا العرف السياسي المعروف في لبنان، ألا هو تدوير الزوايا والبحث عن مخرجات بعيدة عن التأزيم. ما نحن هون عم نحكي إنه بدنا نحن دولة أو بدنا دويلة، فما بيصير يعني القاضي بيطار بده يفهم شو يلي صار، شو يلي عم بيصير، شو الأسباب اللي دعت لحصول انفجار وراح ضحية أكثر من 200 شخص. يعني في عنا نحن أكثر من 200 ضحية، هل ضحايا بدهم حقوق، بدهم عدالة. فنحن ما بيصير يعني لأنه علي حسن خليل ما بده يروح على الاستجواب فبده يصير في مثل أمور تحت الطاولة، بدها تصير محاولة يعني تبييض الامر لحتى ما يتم استجواب للوزير. وزير ببساطه اي مسؤول لبناني له علاقه او كان له علم بمساله تفجير المرفأ يجب عليه ان يدلي بشهادته. نحن عم نحكي بدنا دوله، عم نطالب بقيام دوله، ولما بيجي قاضي او مسؤول لبناني بيبدا العمل على هذا الامر وماشي بمسار صحيح بدنا نحن نرفض، ولا في معايير معينه وفي انه شخص لا يجوز التعرض له، هنالك مكانه له، هنالك طائفه خلفه مش لازم يتم التعرض. القاضي بيطار بدا العمل وهناك يعني عده اشخاص انه هذا المشنوق حتى تم استدعاء انه هذا المشنوق كان وزير داخليه سني، علي حسن خليل من الطائفه الشيعيه، يوسف فنيانوس من الطائفه المسيحيه، رئيس الوزراء السابق حسان دياب كمان عنده استجواب بعد فتره صغيره، فكمان هو من الطائفه السنيه. ف يعني
عده امور، عده ملاحظات. ما بقى مسموح، ما بقى نحن يعني صرنا بموقف، نحن يعني اليوم عم نعيش انهيار، صار في انفجار، واحد من اكبر الانفجارات اللي بتصير بداخل مدينه مدنيه. استاذ محمد، هل تتوقع بان القاضي بيطار قادر ان يحدث اختراق في هذا المشهد اللبناني؟ كل عمليه الاغتيالات دعنا نقول منذ 2005 منذ اغتيال رفيق الحريري هي يعني التهم، يعني في اخر الامر لا يوجد متهم رئيسي واضح يتهم بانه وراء الاغتيالات، وراء تفجير موكب الرئيس الحريري، وراء جمله الاغتيالات التي طالت سياسيين واعلاميين وصحفيين في لبنان لتقريبا لسنتين متتاليتين 2005 2006 2007 وكلها الآن ما زالت ألغاز. هل ممكن أيضا ما التحقيق في مرفأ بيروت يذهب إلى الألغاز اللبنانية؟ ممكن جدا، يعني ما جرى بالأمس أكبر دليل أنه هذا الأمر مطروح على الطاولة. يعني ما جرى بالأمس هي ضغوط ورسالة مباشرة للقاضي بيطار أو حتى للسياسيين اللبنانيين من جميع الأفرقاء أنه نحن مستعدين نروح ونقدم دم على الأرض أو نهدر دم على الأرض مقابل تطهير الملف. ما جرى في الأمس هي رسالة واضحة من قبل حزب الله وحركة أمل للرئيس اللبناني، لأنه يعني الرئيس اللبناني أو حتى تياره لم يقف، يعني ما زالوا غير واضحين مع مين بدهم يوقفوا. هل هم عم يطالبوا بالتحقيق وبدهم تحقيق شفاف وماشيين بهذا المسار، أم هم مع يعني تيار اللي ممثلا بالرئيس الجمهورية هو حليف حزب الله أيضا؟ فهي رسالة واضحة أنه أنت يا ممنوع تكون خط وسط، يا بدك تكون معنا وبمسارنا ماشي بمسارنا، أو بدك تكون مع الطرف الآخر. فحزب الله وحركة أمل عم يضغطوا لحتى بدهم قاضي بيطار ممكن يكون يعني وتم طرح إزالته من الملف. ويوم أمس كان الحديث في هذا الشأن انه ممكن ازاله او طلب من القاضي بيطار يتنحى عن الملف وبدهم يجيبوا قاضي ثاني. طيب استاذ محمد، في عنوانك الشوارع عادت لتنقسم، يعني نعم. وانا دعني اربط بحراك تشرين الاول وقريبا يعني بعد يومين او بعد يوم او يومين يكون الاحتفال بالذكرى الثانيه لحراك تشرين الأول في 17 منه. الشوارع في تشرين كانت واضحة، كان هناك شارع لا هو من حزب الله، لا هو أملي، لا هو قواتي، لا هو عوني، ولا هو شارع حريري، هو الشارع إن صح تعبير التيار الثالث، شارع غير متحزب، شارع مواطني. يعني عودة المظاهر الاحتجاج والعنف أمس في الشارع اللبناني هو لا يعني انقسام، بالعكس شارع حزب الله لم يكن مع تشرين، وشارع أمل لم يكن مع تشرين، وشارع القوات يعني جمهور القوات لم يكن مع تشرين. في آخر الأمر الشارع لم ينقسم، بالعكس ممكن أن إعادة إحياء هذه عملية الفرز بين الطائفية والمواطنية. ما حدث أمس، ما حدث أمس هو انقسام جدا كبير. ما حدث أمس أعاد الذاكرة اللبنانية البشعة السوداء إلى أذهان كثر من الناس. للأسف أعاد الذاكرة لكثر من الناس، ولكن الجيل اليوم ما شهد الحرب الأهلية. يعني أنا ما شهدت الحرب الأهلية، ولكن اللي كان حامل البارود امبارح، اللي كان حامل البي 7 كمان ناس شباب من أعماري. إذا بتتابع الفيديوهات والمقاطع المصورة أغلبهم شباب صغار بالعمر، يعني بالعشرينات، هدول ما عرفوا ذكرى الحرب الأهلية، ولكن هالشباب مستعدة إنها تقدم تضحيات، إنها تقدم دم، وانها تموت فداء عن لزعماء مش فارقه معهم. يعني هالزعيم بالاخير بيروح بيتصالح، بيصير في حوار بالدوحه بالسعوديه بما بعرف وين وبتنتهي الازمه، ولكن ولما يذهب الزعيم ياتي ابنه او صهره. يعني لا، مع التعقيب على الموضوع او ذكر اسم ابن الزعيم او الزعيم، وين اولاد الزعماء امبارح؟ يعني امبارح صار في دعوة لمناصرة لعلي حسن خليل، ابن علي حسن خليل هل نزل على المظاهرة؟ لا، لم ينزل. ابنه لنبيه بري نزل على المظاهرة للمطالبة انه ممنوع حدا يمس بكرامة الرئيس نبيه بري؟ لا، لم ينزل، اصلا مش بلبنان، مسافر الزلمة سياحة. طيب اولاد الزعماء مش مستعدين ينزلوا للمطالبة بكرامة ابائهم، ليش نحن كمواطنين لبنانيين بدنا ننزل؟ انا هاي القصة مش عم بقدر استوعبها كمواطن لبناني، انا ليش بدي اقدم تضحيه لزعيم؟
ما بعرف بأي قرن بأي عهد على كل على كل ودائما المشهد اللبناني متحرك وفي حالة من السيولة على كل ننتظر ماذا سيقع بعد دعوة سمير جعجع للنزول للشوارع والاصطفاف ومطالبة الحكومة والاصطفاف ضد هذه الخيارات التي تذهب فيها الحكومة. على كل أشكرك محمد الشهابي، مقالك المشهد اللبناني يتأزم، الشوارع عادت لتنقسم.